السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ الاخبار. نتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها الكولينج تاور. يعتبر الكولينج تاور ده يا شباب من اهم النقاط الاساسيه اللي موجوده عندنا داخل ال بلانت او محطات الكهرباء. يعني مين اللي بيبرد الكوندنسر؟ هو الكولينج تاور. يعني دي احد الاليات المستخدمه في عمليه تبريد الكوندنسر، لميه الكوندنسر اللي بتبرد الستيم، هو يعتبر الكولينج ايه؟ الكولينج تاور. طب الكولينج تاور بيرتبط بايه؟ بيتوصل بايه؟ بيتوصل بميه الكوندنسر. يعني المفروض ان داخل له داخل ميه الكوندنسر اللي ام دوت ووتر، سي ووتر، دلتا تي ووتر بتاعه الكوندنسر، هي دي تتبرد عن طريق الكولينج ايه؟ الكولينج تاور. بس قبل ما نتكلم على الكولينج تاور نفسه از كولينج تاور يعني وفكره عمله كده، لازم نتكلم شويه على مجموعه فاندمنتالز كده خاصه بالهواء وتكوينه والبروس بتاعته. فاحنا في عندنا علم اسمه علم السيكومتريك، ده علم خاص بعلوم الهواء وكده، وده الناس ان شاء الله لما تخش تدرسوا ماده التكييف ان شاء الله تدرسوا بالتفصيل يعني. لكن احنا عايزين منه ايه؟ احنا طبعا عارفين ان في دوره هواء، الهواء ده ليه هيوميديتي. هيوميديتي هي نسبه الرطوبه اللي موجوده في الهواء اللي عندنا. في عندنا حاجه مهمه جدا اسمها الدراي بالب تمشر، وحاجه اسمها الويت بالب تمشر، ده احنا عايزين نتعرف عليهم. في عندنا حاجه اسمها سبيسيفيك هيوميديتي وحاجه اسمها ريليتيف هيوميديتي، برضو عايزين نتعرف عليهم. في عندنا دراي اير وعندنا ويت اير، او عندنا ووتر فيبر موجوده في الجو، في كل ده عايزين نعرف ايه الحاجات ديت او نتعرف عليها ازاي. طبعا دوره الميه، الميه طبعا بيبقى في نسبه بخر موجوده او نسبه ايفابوريشن موجوده بقى جايه من البحار والمحطات والكلام من ده، ديت بتبقى موجوده اوريدي في الايه؟ في الجو ايه اللي احنا عايزين نعرفه ونطلع منه في الجزء بتاع السايكومتريك بتاعت الهواء؟ ان احنا نعرف يعني ايه دراي ويعني ايه اتموسفيريك اير. لو احنا فاكرين مع بعض كده ان الهواء الجوي عامه بيبقى متكون مجموعه من الغازات، نيتروجين واكسجين وشويه غازات صغيره، ده بنسميه دراي اير، ده بنقول عليهم دراي اير. لكن مع الدراي اير دوت في عندنا معاهم مجموعه من الايه؟ جزء من الميه او الووتر فيبر اللي احنا بنقول عليه الماتشرز او الرطوبه. الماتشرز ديت عباره عن ده كده على بعض، مجموعه الاثنين على بعض بنقول عليهم اتموسفيريك اير، يعني ده الهواء الجوي على بعضه، الاثنين كده على بعض بنقول عليهم الايه؟ الاتموسفيريك اير. فبما ان انت عندك دراي اير وعندك ووتر فيبر، يبقى احنا لو بنتكلم على التكوين العام بتاع الجو، يعني الجو اهوت، يبقى بيتكون من ايه؟ من حاجتين، حاجه اسمها دراي اير يبقى ليه ماس اسمها ام دراي اير، وعندنا كمان ام ايه؟ ام فيبر، مجموع الاثنين دول مع بعض بيمثلوا الكتله الكليه بتاعت الايه؟ بتاعت الهواء. بس احنا لما نيجي نقيس الضغط بتاع الجو بنقيسه بالضغط بتاعنا، هو بي اير او بي اتموسفيريك. الاتموسفيريك بريشر دوت هو مجموع الاثنين، هو مجموع البريشر بتاع الدراي اير زائد البريشر بتاع مين؟ زائد البريشر بتاع مين؟ بتاع الفيبر اللي موجود في الجو. مجموع الاثنين مع بعض بيساوي مجموعهم على بعض كده بنقول عليهم واحد ايه؟ واحد بار، اللي هو الضغط الجوي اللي موجود عندنا. معنى كلامي ده ان ضغط الفيبر اقل من واحد بار، بدليل ان هو فخار طبعا، فالميه ضغطها قليل قوي قوي قوي، يعني مثلا 2 من 100، 2 من 10، 2 من، يعني رقم ضغط قليل جدا جدا جدا، فبتخلي عن درجه حراره قليله، فهي موجوده في الجو في صوره بخار. عشان كده، عشان هي ضغطها الجزئي ضغطها يكون ايه؟ ضغطها قليل. فانا عندي البارشل بريشر بتاع الفيبر زائد البارشل بريشر بتاع الدراي اير، مجموع الاثنين مع بعض بيساوي التوتال بريشر اللي هو ضغط مين؟ ضغط الاتموسفيريك اللي احنا عايشين فيه. جينا نعرف بقى حاجه ثانيه غير البريشر، البارشل بريشر والتوتال بريشر، في عندنا حاجه ثانيه اسمها سبيسيفيك هيوميديتي، او بنقول عليها الايه؟ الرطوبه الايه؟ النسبه المطلقه، او بنقول عليها الموتشر كونتنت. احيانا بنقول عليها الموتشر كونتنت بنسميها سبيسيفيك، بنقول عليها ابسوليوت هيوميديتي خلاص كده، او سبيسيفيك هيوميديتي. ايه بقى الموضوع ديت؟ بنديها رمز اسمه اوميجا او دبليو كده، زي ما انت شايف اوميجا كده. اوميجا دي عباره عن ايه؟ احنا عارفين الجو، الجو بيتكون من ايه؟ من فيبر زي ما اتفقنا مع بعض، ودراي اير. دراي اير فكتله الفيبر، كتله الدراي اير ام فيبر على كتله الدراي اير، بالنسبه دي على بعضها بنسميها ايه؟ اوميجا. طيب يعني احنا الحاجه الوحيده اللي اتعلمناها لما كنا بنشتغل في الايديال جاز ريليشنز، كنا بنقول نقدر نشتغل بالستيم على ان هو ايديال جاز لو احنا الضغط بتاعه قليل قوي. فاحنا فعليا الضغط بتاعنا قليل جدا في الجو، فنقدر نقول ان كتله الفيبر بتساوي بي فيبر في ضغط في الفوليوم بتاع الجو يعني، على الار بتاعت الفيبر في درجه الحراره. والكتله بتاعت الدراي اير بتساوي ضغط الدراي اير في الفوليوم بتاع الهواء على الار بتاعت الايه؟ بتاعت الدراي اير في درجه الحراره. طبعا بما ان الفوليوم مع الفوليوم بيروحوا مع بعض، وان الاثنين موجودين عند نفس درجه حراره اللي هي درجه حراره الجو، فيبقى عندنا بي فيبر على ار فيبر، بي اير على ار اير. الفيبر الار بتاعت الفيبر 461 زي ما انتم عارفين، الار بتاعت الهواء 287، يبقى احنا عندنا نقسم الرقم دوت على ده 287 على 461 يطلع لنا 0.62 بي فيبر على بي اتموسفير. يبقى لما حضرتك تحب تحسب السبيسيفيك هيوميديتي اللي هي الكتله ده الى الكتله ده، كتله الفيبر الموجوده في الجو
الى كتله الدراي اير اللي موجود في الجو نسبه ده الى ده، يبقى انت بتتكلم الى 0.622 في بي فيبر على البي اتموسفير. والبي فيبر طبعا تقدر تشيلها وتحط بدلها ايه بقى، طبعا هو بي اتموسفيرك او بي توتال يعني اللي هو التوتال بريشر بتاع الجو ماينس البي بتاع الدراي اير تمام كده، او تشيل البي اير وتحط بدلها بي توتال ماينس البي بتاعت الفيبر، يعني اي حاجه منهم، لان المجموع اصلا التوتال بريشر هي البي اير زائد البي بتاع الفيبر. دي كده اسمها سبيسيفيك او ابسوليوت ايه، ابسوليوت هيوميديتي، ودي طبعا زي ما حضرتك شايفين بنحسبها عن طريق الايه الريشيو اللي قدام حضرتك دي على طول. لكن احنا كل يوم الصبح بنسمع في الاخبار يقول لك الرطوبه النسبيه النهارده كذا، الرطوبه النسبيه اللي هي الريلاتيف هيوميديتي. الريلاتيف هيوميديتي بنديها رمز اسمه فاي خلاص كده، والفاي ديت اللي موجوده في الجو هي عباره عن كتله الفيبر اللي موجوده في الجو على اكبر كتله فيبر يقدر يشيلها الجو، يعني احنا بنقول عليها ام ايه ام فيبر، انا بسميها حضرتك ام فيبر ماكسيمم. ايه ام فيبر ماكسيمم؟ دي اكبر كتله فيبر يقدر يشيلها الجو. امتى الجو يشيل اكبر كتله فيبر؟ لما يكون الجو ده في حاله ساتوريشن، خلاص تشبع تماما بالماء. يعني انت النهارده لما تيجي تخش مثلا على ايه في جو كده، تلاقي الجو احيانا تلاقي وشك ملزق كده في الصيف كده، احيانا تلاقي تحط ايدك على وشك تلاقي وشك ملزق. التلزيق ده ليه؟ لان حضرتك بتعرق والعرق بتاعك ما بيتبخرش. طب ما بيتبخرش ليه؟ لان مفيش فرق كونسنتريشن بين العرق او الميه اللي طلعت على وشك وبين الجو، لان الجو مليان بالميه وانت جسمك مطلع ميه، فمفيش فرق كونسنتريشن وبالتالي مفيش ماس ترانسفير، وبالتالي هتفضل الايه الميه على وشك فتلزق زي ما انت بتشوف كده. فده سبب يسبب ان الجو قررت اصلا الرطوبه في الجو عاليه جدا جدا جدا، الرطوبه النسبيه في الجو الفاي بتاعتك عاليه جدا تصل الى 100%. اول ما الرطوبه توصل ل 100% معناه ان الجو ده مش قادر يستوعب اي بخار ميه تاني يقدر تشيله او يقدر ياخده الجو، وبالتالي اي حاجه بتفضل زي ما هي ما بيحصلش اي نوع من انواع الايفابوريشن. فكتله الكلام دوت يبقى اذا الفاي او ريليتيف هيوميديتي ديت بتعبر عن الكلام دوت. فانت لو انت مثلا ايه الجو جاف فتلاقي البخار كتير، بخار كتير. الجو رطب لا لا البخار هيبقى ايه، هيبقى صعب قوي ان انت يبخر الميه وكده، بتبقى العمليه صعبه قوي. كمان احنا بتبقى طبعا مؤثره على التنفس وكلام من ده، انتوا عارفين احنا النسبه الكويسه اللي الناس تقدر تعيش فيها هي ما بين تقريبا 50 ل 70 او 65% دي الريليتيف هيوميديتي، ده الكومفورت زون اللي الانسان يقدر يعيش فيه. المهم فهي ام فيبر زي ما اتفقنا على ام ساتوريشن او ام فيبر ماكسيمم اللي هي عباره عن بي فيبر اللي موجوده في الجو في الفوليوم، بي ده البي ده البريشر اللي هو ساتوريت بريشر، ساتوريت بريشر اللي هو ايه اللي هو عند درجه الحراره بتاعتك ديت، ده بتوصل لضغط التشبع يعني في الفي على بي فيبر في درجه الحراره. فاذا في الاخر هي بي فيبر على بي جي عند درجه حراره الجو اللي هي تي، بي جي ديت اللي هي بي ساتوريشن، بي جي ديت اللي هي بي ساتوريشن اللي هو ضغط الساتوريشن بجيبه من جداول البخار عند درجة حرارة الجو اللي هي تي او بنقول عليها دراي بالب تمشر. الحاجة اللي برضو بنعرفها بعد كده حاجة اسمها الويت بالب تمشر والدراي بالب تمشر. ايه الدراي بالب تمشر ديت؟ الدراي بالب تمشر اللي هي درجة حرارة الترمومتر العادية خالص، حضرتك بتحط الترمومتر في الجو بيقيس لك درجة حرارة الدراي بالب، البالب بتاعت الترمومتر دراي ما فيهاش حاجة. فدي درجة حرارة الجو العادية اللي احنا عارفينها وبنتعرف عليها. لكن احنا عندنا في حاجة تانية اسمه ويت بالب تمشر، بنجيب الترمومتر ونحط عليه قطنة مبلولة خلاص كده ونمشيه كده في الجو نلفه في الجو كده، فالميه اللي موجوده في القطنه عشان تتبخر بتسحب الحراره بتاعتها من الترمومتر نفسه، فدرجه الحراره بتاعت الترمومتر تقل عن الجو. فطبعا ده معناه ايه؟ ده معناه كل ما ليه ما البخر يبقى كبير كل ما درجه الحراره بتاعتك دي الويت بالب بتمشي دي تقل، يعني درجه الحراره هنا على الترمومتر تقل، ده معناه ان الجو بتاعك جاف عايز ميه، عايز بيحاول يشفط الميه اللي موجوده في القطنه بتاعتك وياخدها ويطلع بيها. فكل ما الدراي بالب الويت بالب تمشر تقل معناها ان الجو بتاعك جاف، كل ما الويت بالب تمشر لو هي بقت لو الويت بالب تمشر اللي هي تي ويت بالب لقيتها بتساوي الدراي بالب تمشر اللي هي درجه حراره عاديه مفيش اي بخر حصل مفيش اي حاجه خالص، معناها ان انت الفاي بتاعتك 100% ان الرطوبه النسبيه بتاعتك في الجو 100% يعني الجو مشبع بالميه، الجو مش عايز ميه. فبالتالي مش هيحصل اي ان انا اخد حراره من الترمومتر عشان ابدا اتبخر وبالتالي هفضل زي ما انا. فده بيسميه ايه؟ بيسميها الويت بالب تمشر. الويت بالب تمشر ديت انديكيشن مهم جدا لحته الايه؟ حته الايفابوريشن اللي موجوده عندي وحته الريلاتيف هيوميديتي مهمه جدا جدا. الجهاز اللي بنستخدمه كده بنقيس السلينج سايكوميتر اللي هو عباره عن اثنين ترمومتر كده لازقين في بعض، واحد دراي وواحد ويت، وبناخدهم نقعد نلففهم كده في الجو كده لحد ما فتره صغيره كده في الجو نقعد نلففهم لحد ما نوصل لدرجه حراره تبقى استقر او تبقى ثابته، فنقول نقدر نقيس درجه حراره الدراي ونقدر نقيس درجه حراره الويت بالب تنشر. لما نيجي نتكلم على الهواء، الهواء في العامة بما ان هو بيتكون من دراي اير ووتر فيبر فالانسالبي بتاعه هو مجموع الاثنين، يبقى الانسالبي بتاع الدراي اير زائد الانسالبي بتاع الووتر فيبر. الانسالبي بتاع الووتر فيبر دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن نسبة الرطوبة الموجودة فيه اللي هي الكتلة بتاعتي يعني مضروبة في الانسالبي بتاع الفيبر نفسه اللي هو ال HVG او اللي احنا هناخدها بعد كده ال HG على ان هو ساتوريتد ايه؟ ساتوريتد فيبر.
الانصلبي بتاع الدراي اير سي بي في درجه حراره الدراي بالب تمشر عادي جدا. فده طبعا احنا السوبر هيتد ستيم اصلا في الجو، لكن احنا بنقربه الى ساتوريت ستيم، يعني الاتش ديت بنقول عليها اتش جي عند درجه حراره الايه؟ عند درجه حراره الجو. فنجيبها من كده، يبقى انت عندك حاجتين موجودين، عندك الدراي بالب تمشر وعندك الويت بالب تمشر، عندك الانثالبي بتاع الدراي اير والانثالبي بتاع الووتر فيبر، مجموع الايه؟ كل واحد ايه؟ كل واحد في الكتله بتاعته، يعني هيبقى ام دراي في الانثالبي بتاع الدراي زائد ام فيبر في الانثالبي بتاع الايه؟ بتاع الفيبر. والام فيبر ديت تقدر تشيلها وتحط بدلها ايه؟ اوميجا في الام دراي في الاتش ايه؟ في الاتش فيبر، لان احنا الاوميجا ديت اللي هي السبيسيفيك هيوميديتي هي بتساوي ام فيبر على ام ايه؟ على ام دراي. نيجي للموضوع بتاعنا الاساسي اللي احنا جايين نشتغل عليه. كل اللي فات ده كان مجموعه من الكونسبت احنا بنوضحها لحضراتكم. نيجي بعد كده لحاجات مهمه جدا، الا وهي ايه؟ يعني ايه كولينج تاور؟ ايه الكولينج تاور دوت؟ الكولينج تاور ده عباره عن جهاز، الجهاز ده المفروض الغرض الاساسي منه ان احنا ايه؟ ان احنا نبدا نعمل ايه؟ نبرد بيه الميه بتاعه الايه؟ بتاعه الايه؟ اللي احنا بنستخدمها. طيب عشان تبرد الميه بتاعه الكوندنسر ديت، المفروض ان انت بتدخل ايه؟ بتدخل ميه، بتدخل ميه الكوندنسر ده، الكولينج ووتر اللي جاي من الكوندنسر، يعني ده فروم كوندنسر، ده جاي كده فروم كوندنسر. المفروض انها بتبدا تاخدها كده في لاين وتبدا ترشها بميه، بتعمل عن طريق رذاذ، بتبدا ترش الميه بتاعتك اللي انت عايز تبردها. في نفس الوقت بتجيب هواء من الجو، ده الهواء اللي جاي من الجو عن طريق مجموعه مراوح. وهنا بقى السبب الرئيسي ان احنا خدنا البروبرتس اللي فاتت بتاعت الهواء، لان البروبرتس بتاعت الهواء داخله معايا في الاعتبار، لانها بتعمل عمليه الكولينج، يعني الهواء هو اللي بيعمل عمليه الكولينج. فابدا ايه؟ ابدا ارمي ده على ده، فيبدا يحصل اختلاط ما بين الاثنين، تبدا الايه؟ الهواء بتاعك يسخن ويطلع هنا بره، وتبدا الميه بتاعتك تبرد وتنزل تحت هنا، فتبدا تجمعها هنا في الايه؟ في جوه الكولينج تاور، وتبدا تاخدها از كولينج ووتر اوت رايحه للايه؟ رايحه للايه؟ للكوندنسر مره ثانيه. يبقى اذا انت تقدر توصل ده كده رايح للكوندنسر وراجع من الكوندنسر، يبقى ده الايه؟ ده الكوندنسر بتاعك اهوت، وهنا داخل له ستيم وخارج منه ستيم زي ما انت عايز. فتقدر تربط الدايرتين ببعض، يعني اقدر اربط دايره الكوندنسر بدايره الايه؟ بدايره الكولينج تاور. المشكله هنا فين؟ المشكله دايما ان انت وانت بتعمل ايفابوريشن، بتعمل رذاذ قصدي، بتخلي الميه بتاعتك في صوره رذاذ وكده، الهواء وهو طالع كده الكمين الهواء ساقع ودوت، فبيحصل ان الميه بتاعتك تبدا يحصل فيها شويه بخار كده يطلعوا معايا ويطلع هنا مع الاير اللي خرج ده، ففي عندك كتله فيبر هنا بيتم فقدها، يعني في فيبر بيتم فقده مع الهواء ده، يعني الهواء بيطلع هنا عاده ما بيطلع ساتوريتد ايه؟ ساتوريتد ستيم، يعني هنا الفاي تقريبا بتكاد تكون 100%، يعني الرطوبه هنا في الخروج بتبقى 100%، لان الهواء اللي خارج بيبقى مشبع تماما ببخار الميه، لان حصل خلط ما بين الهواء وبين الميه السخنه، ففي عندك بتاع دوت يطلع، حتى احنا بنشوف الكولينج تاور دايما تطلع سحابه بيضاء، في سحابه بيضاء فوقيها، ده سبب ايه؟ سبب السحابه البيضاء طبعا ان في هنا فيبر كتير جدا موجود في المنطقه ديت، بيبدا يطلع على الايه؟ على الاوتليت بتاع الكولينج ايه؟ الكولينج تاور. ده بيخليني كتله الميه اللي بتنزل هنا بتقل، يعني في جزء انت فقدته خلاص، فالكتله دي لازم تعمل لها عمليه تعويض، فلازم تعمل ايه؟ تعمل ميك اب ووتر، يعني لازم يكون عندي ميك اب ووتر جوه الكولينج تاور عشان اقدر اعوض الميه اللي انا فقدتها في الكولينج ايه؟ الكولينج تاور. فاذا زي ما حضراتكم شايفين كده، ده الجزء الخاص او دي فكره العمل بتاعتي. يبقى انا بدخل ميه انزلها، اتقابل الهواء اللي موجود من تحت دوت، يبدا يحصل ايه؟ يحصل عمليه الايه؟ عمليه الخلط ما بين الاثنين، وتبدا تطلع الايه؟ الميه بتاعتك الى ايه؟ الى تحت، تنزل ميه تحت انا اسف، ويطلع مكانها الايه؟ الهواء مشبع بشويه ايه؟ بشويه ميه بخار ميه وخارج. فلو احنا افترضنا ان اللي دخل هنا عباره عن ام اير زائد ام فيبر 1، لو دي نقطة واحد اللي احنا بنتكلم عليها، ونفترض دي نقطة A، ونفترض دي نقطة B، ونفترض دي نقطة 2 نقطة خروج. فعندنا ام A دراي اير زائد ام فيبر 1، هنا هتبقى ام A اللي هي دراي اير زائد ام فيبر 2، لان اللي هيزيد بس كتلة الفيبر، كتلة الايه؟ كتلة الهواء، الهواء الدراي هي اللي دخلت هي اللي خرجت، فده هنسميها ام 2، وده هنسميه هنا ام ايه؟ ام 1. فعند الدخول اللي هي ام 1 اللي هي درجة حرارة دراي بالب 1، اللي هي درجة اللي هي فاي اسمها فاي 1، اللي هي اوميجا اسمها اوميجا 1، نفس الكلام هنا عندي ام 2، عندي درجة حرارة اسمها تي 2، عندي فاي اسمها فاي 2، عندي اوميجا اسمها اوميجا ايه؟ اوميجا 2. نفس الكلام هنا داخل بدرجة حرارة اسمها تي اي، وليا ام دوت اي، خلاص كده خرج هنا بتي بي، وليا ام دوت اسمها ام دوت بي. المفروض طبعا ام دوت اي بتساوي ام دوت بي، الا اذا لو انا عندي شوية البخر اللي بيحصل دوت، طبعا هيخلي الام دوت اي غير الام دوت بي. فانت لما تيجي تعمل بالانس، المفروض اللي دخل ام اي زائد دخل ايه كمان؟ دخل ام واحد بتساوي اللي خرج ام بي
زائد ام 2 دول ايه اللي خرجوا عندك في الايه في الكولينج ايه الكولينج تاور. فده معناه لو انت وديت ام اي ماينس ام بي في ناحيه هيساوي ام 2 ماينس ام 1 في ناحيه. دول بنسميه احنا بنقول عليه الميك اب ووتر او الميه التعويضيه، لان الفرق ما بين ام اي وام بي هو ده اللي انت المفروض تعوضه عشان نتيجه للبخر اللي حصل. وبعد كده نبدا نعمل بالانس بقى، نساوي الايه الانثالبي بتاع ايه في الماس فلو ريت بتاعته، زي الانسالبي بتاع 1 في الماس فلو ريت بتاعته بيساوي الانسالبي بتاع 2 في الماس فلو ريت بتاعه زائد الانسالبي بتاع بي في الماس فلو ريت بتاعته. ده الانرجي ايكويشن. الكلام دوت هنعمله كمان شويه، لكن خلينا نقول دلوقتي ايه هي انواع الكولينج تاورز بتاعتنا. احنا انواع الكولينج تاورز عامه يا اما دراي يا اما ميكسد يا اما ويت. الدراي في منه دايركت واندايركت، لكن احنا هنشتغل عليه دلوقتي هو الايه الويت كولينج تاور. والنوع اللي عندنا اول نوع عندنا حاجه اسمها ناتشرال درافت كولينج ايه كولينج تاور. ايه الناتشرال درافت دوت؟ الدرافت بيبقى طبيعي، يعني انا ايه بدخل الهواء بيخش عندي طبيعي. طبيعي ازاي؟ ان انا بعمل ارتفاع عالي جدا زي ما انت شايف كده، اتش بتبقى عاليه جدا، الاتش ده بيبقى عالي قوي، فبيدخل ايه الهواء بيتسحب من خلال الفتحات ديت ويطلع اوتوماتيك منين؟ من فوق. ده مين اللي بيعمله؟ نتيجه الارتفاع دوت. فرق الارتفاع دوت هو اللي بيعمل الكلام ده، زي التشيمني بتاعت المداخن بتاعت الفاير تيوب بويلرز وكده. الهواء بيتسحب، بيبقى في عندك الميه بتاعتك هنا بتنزلها، بتعمل لها بترشها وتنزلها زي ما انت شايف كده، هي موجوده من تحت. الميه تنزل ويبدا يحصل ايه ايفابوريشن، يحصل قصدي تجمع للميه تحت بعد ما تبرد، وفي نفس الوقت الهواء بيقابل الايه بيقابل الميه ويطلع بعد كده، يبقى في سحابه كبيره جدا طالعه من فوق من ايه السيستم فوق. احيانا بيبقى في بعض الاحيان بنستخدم في نوع تاني اسمه هايبريد. هايبريد بيبقى عباره عن ما بعملش مدخنه كبيره، بعمل نص المدخنه مثلا وبحط معاها مجموعه مراوح تبقى الدلتا بي او الاي او النص. طبعا في الحاله ديت الهيد بتاعنا او الارتفاع بتاع المدخنه بيساوي دلتا بي على الكولينج تاور على جي في فرق الايه فرق الكثافه ان ماينس ايه ماينس اوت فرق الايه فرق الدنستي ما بين الان والاوت. بيتعمل ازاي الكولينج تاور الناتشرال درافت دوت؟ بيتعمل من كونكريت او بيتعمل من ستيل، زي ما انت شايف بتبقى كونكريت حاجه خرسانيه معموله، او بتعمل من ستيل. طبعا لما بيجي انت عايز توقف اي محطه اضرب الكولينج تاور، ضربت الكولينج تاور وقعته خلاص المحطه لازم توقف. بنملى طبعا جوه بتايبس اوف فيلز مختلفه كده عشان خاطر تعيق الميه، تخلي حركه الميه وهي داخل نازله تحت او والهواء وهو طالع فوق تقلل من سرعته شويه، فالاثنين يقابلوا بعض فيحصل ايه فيحصل يطول الفتره الزمنيه اللي فيها التقاء ما بين الميه والهواء، فيحصل عمليه تبادل حراري كويس جدا على الاسطح. ده شكل الفيلز الموجوده جوه، اشكال كتيره طبعا منها. في النوع الثاني اللي عندي بدل الناتشرال درافت يبقى في بقى بستخدم مراوح، وده بيبقى عباره عن مراوح موجوده زي ما انت شايف كده فوق على الكوندنسر. في انواعين من انواع المراوح، في عندنا مراوح بنسميها انديوز درافت، يعني الهواء بيدخل من تحت اهو خلاص كده ويتسحب فوق والمراوح تبقى موجوده فوق تمام كده. في نوع ثاني بنسميه فورس درافت، فورس درافت دوت بتبقى المراوح موجوده ايه موجوده تحت. كل دول انديوز، كل اللي موجوده قدامك في الرسم دولت انديوز. انديوز يعني هي مراوح كلها في السقف فوق، فبسحب الهواء واطلع ايه واطلع فوق، بسحب الهواء واطلع فوق. فده اسمه ايه اسمه ايه اسمه اللي فات ده اسمه انديوز. اما النوع الثاني اللي هو الفورسيت بيبقى المراوح تحت ومراوح بتزق الايه بتزق الهواء من تحت، يبقى ده فورسيت. ساعتها المروحه لو انت في الانلت يبقى انت بتتكلم عن نقطه واحد، المروحه موجوده في نقطه واحد، فحتى لما تيجي تحسب الافشنس بتاعت المروحه وكده هتبقى دلتا بي عند واحد، دلتا بي على الايه في الكلو الفلوريت، الفلوريت عند واحد عند الدخول على الباور بتاع الفانه. لكن انت لو بتتكلم عن انديوز يبقى بتتكلم عن نقطه 2 اللي هي الخروج، يبقى اللي هي المروحه فوق يبقى بتتكلم عن نقطه 2، لو المروحه تحت بتتكلم عن نقطه ايه؟ نقطه 1. الماس بقى والانرجي بالانس اللي موجوده عندنا اللي هي دي عندنا، اول حاجه زي ما اتفقنا مع بعض احنا اتفقنا مع الماس بالانس. الماس بالانس ام اي ماينس ام بي بتساوي ايه؟ بتساوي ام 1 ام 2 ماينس ام 1. ام 1 ام 2 هتبقى عباره عن ايه؟ ام 2 هتساوي ايه؟ هتساوي ام دراي اير في اوميجا 2، وام 1 ام دراي اير في ام اوميجا ايه؟ اوميجا 1. فباخد الام دراي اير عامل مشترك يبقى لي ام دراي اير في اوميجا 2 ماينس اوميجا ايه؟ اوميجا 1. الرو عند نقطة واحد تقدر تحسبها عبارة عن الدنسي بتاعت الدراي اير زائد الدنسي بتاعت الوتر فيبر. الرو بتاعت عند نقطة اتنين بتساوي الدنسي بتاعت الفيبر زائد الدنسي بتاعت الدراي اير برضو. الدلتا بي اللي هي زي ما اتفقنا مع بعض فرق الدنسي ما بين جوه وبره. الانرجي بالانس هيبقى ام واحد اتش واحد وام اتنين اتش ام اي اتش اي بتساوي ام اتنين في اتش اتنين زائد ام بي في اتش اي اتش بي زي ما اتفقنا مع بعض. ادي ايه دخلت واحد دخلت اتنين خرجت وبي كمان خرجت، فبشيل بس الانصلبي بتاع واحد خلاص كده بتاع الهواء عند نوت واحد، واقول هو عباره عن حاجتين اللي هو ام دوت دراي اير باخدها على مشترك سي بي في درجه دراي اير تي دراي اير زائد اوميجا واحد في الاتش فيبر، لان ده ما هو قلت لك ده الاتش بتاع الفيبر والاتش بتاع الدراي اير، لان الهواء عند نوت واحد داخل حاجتين دراي اير زائد ووتر فيبر. وطبعا الدخول عند نوت اي هو ام سي بي دلتا دي في تي اي
نفس الكلام بالنسبه عند نقطه 2، هيبقى ياخدوا دايما دراي عام مشترك، يبقى ال سي بي في درجه حراره دراي بالب زائد اوميجا 2 في الاتش اي في الاتش اي. طب لو عندي مروحه بتاع كلام من ده، بدخل الباور بتاعتها بس في الايه، في القاعده بتاعه الايه، بتاعه الكولينج تاور او البالانس بتاع الكولينج تاور، ادخل الباور بتاعه الفانه سواء ان او اوت حسب النوع بتاعي. ودي كده كانت الماس بالانس على الايه، على الكولينج تاور. وشكرا لحضراتكم.